يكشفها لنا منذ البداية مع هالرواية. أهلا بها، أهلا لنا، هذه الحكاية، هذه فيها الخفايا، من سيكشفها لنا منذ البداية مع هالرواية. أهلا بها، أهلا لنا، اروي الحكاية كالقمر لنستنير بالعبر، اروي الحكاية كالقمر لنستنير بالعبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم حبايبي الحلوين في برنامج حكاية جنى. اليوم راح أحكي لكم حكاية ديك المزرعة. كان يا مكان في قديم الزمان، كان في مزرعة كتير حلوة، وكان بيعيش فيها عائلة كتير كبيرة، وكان فيها ديك حلو. وهذا الديك كان كل يوم بيصحي أهل المزرعة بكير عشان يصلوا الفجر ويروحوا على أشغالهم. وفي يوم من الأيام كان في ولد صغير من هاي العيلة، وهذا الولد يا حبايب الحلوين راح وحكى لأبوه اللي هو صاحب المزرعة: يا بابا، شو رأيك نذبح هذا الديك؟ لأنه ما منه فايدة وما ببيض وبزعجنا كتير بصراخه. سمع الديك كلام الولد الصغير وزعل كتير كتير، وراح على بيته وهو زعلان. وتاني يوم الديك ما صحاهم على صلاة الفجر، وما صحاهم على أشغالهم بكير، وكلياتهم كل العيلة راحت عليهم أشغالهم وما صحيوا بكير. ولما صحيوا متأخر راح الأب اللي هو صاحب المزرعة عند ابنه الصغير، حكى له: شفت يا ابني، لأنه ما صحانا الديك ما قدرنا نقوم على صلاة الفجر ولا على أشغالنا ونقوم بكير، وأنه إحنا بدون صياح الديك ما بنقدر نصحى بكير ونقوم على صلاة الفجر ونقوم على أشغالنا. سمع الديك كلام الأب وفرح كتير، وعرف إنه إله فايدة كتير كبيرة بهاي الحياة. وإنتوا كمان يا أصدقائي لازم تعرفوا إنه كل واحد فيكم إله أهمية كبيرة بهاي الحياة، إنه ما تخلوا حدا يحبطكم ويزعلكم ويقلل من أهميتكم. وتوتة توتة خلصت الحدوتة، بشوفكم بحلقة تانية من حكاية جنى. مع السلامة.